تحياتي لكل عم بيتابعونا عبر موقع الفن وحابين يعرفوا تفسير رؤية الذهب بالمنام، فلا تعتبر هذه الرؤية محمودة وخصوصا للرجال أكثر من النساء مهما كان نوع الذهب، إن كان مصاغ أو غير مصاغ أو قطع نقدية أو حتى سبايك. لبس الذهب للرجل المتزوج تدل على رحيل الزوجة أو فراق أو مشاكل معها أو مشاكل بيناتهم، وللفتاة العزباء تدل على خصومة أو تأخير بقرار عاطفي. للمرأة الحامل ممكن تعاني بمشاكل أثناء حملها أو متاعب أثناء الحمل. للموظفين ورجال الأعمال مصاهرة عمل غير محمودة أو حتى مشاكل قانونية. لكن مثل ما قلنا الذهب للرجال، لبس الذهب أو حتى إن كان لاقى ذهب أو حتى استخدم الذهب إن كان مصاغ غير مصاغ نقدي سبيك، للرجل يكون أنه الرؤية غير محمودة للرجل أكثر من المرأة، وهون تستوجب طاقة العطاء اللي هي الصدقة. كل حلم وأنتم بخير، تضلكم بألف خير. باي باي.